هل تساءلت يوما لماذا لا يتحمس أبناؤك للدراسة من اليوم الأول؟ وهل تشعر أنهم يحتاجون إلى دفعة إضافية للانطلاق نحو عام دراسي ناجح؟ لماذا يبدأ الكثير من الطلاب العام الدراسي بشعور من الكسل أو عدم الرغبة؟ من المعروف أن بداية العام الدراسي تحمل في طياتها تحديات عديدة، سواء للطلاب أو للآباء والأمهات. لكن كيف يمكننا أن نساعد أبناءنا على بدء الدراسة بنشاط وحماس من اليوم الأول؟ لتحقيق ذلك إليكم بعض النصائح المهمة. أولاً، وضع أهداف واضحة. ساعد أبنائك على وضع أهداف دراسية واضحة وقابلة للتحقيق. عندما يعلم الطالب ما يريد تحقيقه في هذا العام الدراسي، يكون لديه دافع أكبر للبدء بقوة. ثانياً، المشاركة والتواصل. كن جزءاً من تجربة التعلم لأبنائك. اسألهم عن يومهم الدراسي والمواد التي يحبونها والتحديات التي يواجهونها. هذا ليس فقط يبني جسور الثقة، ولكنه يساعدك أيضاً على تحديد أي مشكلات قد تحتاج إلى تدخل مبكر. التحفيز والمكافأة. لا تنسى تقديم المكافأة لأبنائك عندما يحققون أهدافهم أو يظهرون تحسناً في دراساتهم. رابعاً، تعزيز الثقة بالنفس. يعمل على بناء ثقة أبنائك بأنفسهم من خلال دعمهم وتشجيعهم على المحاولة والتعلم من الأخطاء. علمهم أن الأخطاء جزء من عملية التعلم، وأنه لا يجب أن يكون مصدراً للخوف أو الإحباط. خامساً، تنظيم الوقت. ساعد أبنائك في تعلم كيفية تنظيم وقتهم بين الدراسة واللعب والراحة. الجدولة الجيدة تساعدهم كذلك على تحقيق التوازن بين المهام المدرسية والأنشطة الترفيهية. من خلال هذه النصائح البسيطة، يمكنك أن تكون عنصراً فعالاً لتحفيز أبنائك على الدراسة من اليوم الأول. فابدأ الآن واجعل من العام الدراسي الجديد بداية مليئة بالحماس والنجاح. وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.